مرحبا بك عزيزتي المتعلمة في حصة التربية البدنية والصحية، لنشاهد معا الدرس السادس للصف الخامس الابتدائي. السلام عليكم يا متعلمات، درسنا اليوم الجمباز بعنوان حركات الربط والرشاقة، وثبة النصب ليب، وثبة لكلك. نبدأ الآن الإحماء العام. أولاً، المشي حول خطوط الملعب. أثناء المشي يجب المحافظة على استقامة الظهر والنظر للأمام. ثانياً، المشي مع فرد الذراعين عالياً جانباً ثم لأسفل. ثالثاً، دوران الذراعين للأمام ثم دوران الذراعين للخلف. رابعاً، الذراعين للأمام والجري مع ثني الركبتين عالياً للمس اليدين. خامساً، الزحلقة الجانبية إلى نصف الملعب ثم عمل الزحلقة الجانبية في الاتجاه الآخر. سادساً، الجري مع ثني الرجلين خلفاً مع لمس أمشاط القدمين. سابعاً، الحجل عالياً مع ثني الذراعين على الجذع. ثامناً، الجري سريعاً مع اتجاه يد المعلمة. من وضع الوقوف ثني الذراعين على الجذع، الوثب على قدم واحدة. يكرر هذا التمرين 8 مرات لتحقيق الفائدة المرجوة. من وضع الوقوف الطعن الجانبي بالتبادل. يكرر هذا التمرين 8 مرات. من وضع الوقوف وثبة النجمة 8 مرات. من وضع القرفصاء فرد إحدى الرجلين خلفاً مع رفع الذراعين عالياً مع مراعاة النظر للكفين. يكرر هذا التمرين 8 مرات. تكرار التمرين السابق مع فرد الرجل الأخرى. من وضع الوقوف النزول على الأرض مع فرد إحدى الرجلين للأمام والأخرى للخلف والارتكاز على الأرض باليدين. فرد الذراعين ورفع الجسم لأعلى. يكرر هذا التمرين 8 مرات لتحقيق الفائدة المرجوة. من وضع الانبطاح المائل ثني الركبة أماماً باتجاه الذراعين. يكرر هذا التمرين بالتبادل. من وضع الانبطاح الذراعين أماماً، رفع الذراعين والرجلين عالياً معاً. يكرر هذا التمرين 8 مرات. والآن سنتعلم وثبة النصف ليب. أولاً، الكشف عن قدم الارتقاء. من وضع الوقوف ميل الجسم للأمام وملاحظة القدم التي يتم السقوط عليها تكون هي قدم الارتقاء. بعد الكشف عن قدم الارتقاء يتم تقويتها بالتمرين الآتي: أخذ خطوة بقدم الارتقاء والوثب لأعلى مع ثني ركبة القدم الحرة للمس أعلى ركبة قدم الارتقاء.
تكرار أداء التمرين السابق بدون السند مع مراعاة النقاط التالية: النظر للأمام، فرد الذراعين للجانب، استقامة الظهر، الارتفاع عن الأرض لأبعد مسافة. من الوقوف مع السند بإحدى اليدين، ثبات قدم الارتقاء على الأرض ومرجحة القدم الحرة خلفاً. أداء المهارة بسند إحدى اليدين: أخذ خطوة بقدم الارتقاء والوث ومرجحة الرجل الحرة خلفاً، ثم الهبوط بقدم تلو الأخرى. ملاحظة وضع الركبة وفرد الأمشاط. تكرار أداء المهارة بدون السند مع مراعاة فرد الذراعين للجانب. يجب مراعاة النقاط التالية عند أداء مهارة النصب ليب: انتقال ثقل الجسم على القدم الأمامية، وفي مرحلة الارتقاء ثني مفاصل القدم، ثم تمتد حتى يستطيع الجسم بعد ذلك ترك الأرض. ثني الركبة وفرد الأمشاط مع تقوس الظهر والنظر لأعلى. المحافظة على الاتزان عند الهبوط، والهبوط يكون بقدم تلو الأخرى والذراعين جانباً. تمر الوثبات بثلاث مراحل: الارتقاء، الطيران، الهبوط. والآن سنتعلم وثبة الكليك. من وضع الرقود الجانبي: السند بإحدى الذراعين على الأرض مع رفع وثبات الرجل الخارجية عالياً، محاولة لمس قدم الرجل الداخلية بالقدم الأخرى. تكرار هذا التمرين على الجانب الآخر. الوقوف: السند باليدين، الوث برجل واحدة مع مرجحة الرجل الحرة جانباً عالياً، ولمسها برجل الارتقاء في الهواء بالتبادل مع مراعاة فرد الأمشاط. يكرر التمرين السابق مع السند بإحدى اليدين. يكرر التمرين السابق بدون السند. أخذ خطوة مع المحافظة على اتزان الجسم وفرد الأمشاط مع فرد الذراعين جانباً، مع مراعاة اتخاذ الجسم للوضع الصحيح المناسب الذي يغلب عليه الطابع الجمالي. الهبوط بالقدمين معا، فرد الذراعين للجانب. تمر الوثبات بثلاث مراحل: الارتقاء، الطيران، الهبوط. أداء جملة حركية تشمل حركات الربط والرشاقة التي تم تعلمها اليوم. والآن مع تمرينات الاسترخاء والتهدئة. من وضع الوقوف: أخذ شهيق ثم زفير لعمل فقاعات من الصابون. من وضع الوقوف فتحاً، دوران الذراعين أماماً عالياً والوقوف على أمشاط القدمين، ثم تكمل الدوران الذراعين لأسفل
مع ميل الجذع لأسفل والوقوف على القدمين. من وضع الوقوف ثني الذراعين على الجذع، دوران الرأس في الاتجاهين. الوقوف ثني إحدى الرجلين خلفاً مع مسكها، والذراع الحرة تكون مفرودة جانباً. يكرر التمرين بالتبادل. الجلوس تربيع فرد إحدى الرجلين مع محاولة لمس أمشاط القدم. الثبات لمدة 5 ثواني. يكرر التمرين للقدم الأخرى. من وضع الجلوس تربيع ثني إحدى الرجلين للخلف مع مسكها، واليد الأخرى مستندة على الأرض. يكرر هذا التمرين بالتبادل. في نهاية الحصة أود أن أذكركم بالمهارة التي تم تعلمها اليوم، وهي وثبة النص بليب وثبة لكلك. إلى اللقاء في الحصة القادمة، مع تمنياتنا لك بدوام الصحة والعافية.